ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وبأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. محمد السادس للقرآن الكريم، أنس للسامعين ورفقة للذاكرين. أنوار روحية، غوص في روح دين الله من أجل الارتقاء بالنفس والسمو بها في مدارج الكمال والإشراق. أنوار روحية بارقة أمل إلى كل حائر تائه يبحث عن شفاء لروحه المكلومة. إعداد وتقديم جميل الأرماش، إخراج ربيع زرهون. بسم الله، حياكم الله أحبتي الكرام. احنا كان
نتلاقاو من جديد بحمد الله وتوفيقه باش نغوصوا فروح واحد العبادة أخرى، معرج آخر من معارج أرواحنا إلى الله. إنه الحج أحبتي الكرام اللي في الجوهر ديالو هو عملية ارتقاء الإنسان نحو الله، عملية بناء وتغيير في النفس للسمو بها في مدارج الكمال. الحج أحبتي هو ركن من أركان الإسلام، وأركان الإسلام دورها الحقيقي هي أنها تكون ركن لبنائنا الشخصي القوي. فكما هي علاج الأدواء أنفسنا وأوجع أرواحنا، فهي قبل ذلك كتبنينا وكتقيم ما تهدم فينا، كتصلحنا وكتنور دروبنا. ففي كل فعل من أفعال الحج تمت روح، تمت معنى، تمت مفتاح. مفتاح ما كيفتحش لنا فهم هذا العمل فحسب، بل كيفتح لنا نفوسنا، كيفتح لنا عالم جديد. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيبشرنا فيقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لكن أنك ترجع من الحج كيوم ولدتك أمك ما كيعنيش فقط العودة ديالك بلا ذنوب، كيعني أنك تولد من جديد، أن تولد من جديد كيعني أنك ترجع شخص جديد، أنك تشوف العالم بنظرة جديدة، أنك تكون متحفز للقيام بما خلقت من أجله، عمارة الأرض بالصلاح والإصلاح. فما كاينش مستحيل في قاموس يعني من ولد للتو، لأن القاموس ديالو باقي ما تكتبش كيوم ولدته أمه، يمكن أنها تساهم في يوم تولد الأمة من جديد. الحج أحبتي سفر مقدس لواحد المكان مقدس، هذا في الظاهر، أما في الجوهر فالرحلة الحقيقية هي رحلة في داخل نفسك، رحلة كتبحث فيها على ذاتك، على معنى وجودك. إيه أنت كتنتقل في المكان يعني في الجغرافيا عبر خطوط الطول والعرض، والرحلة الأصعب هي هذه الرحلة الأخرى. الحج هو رحيل إلى العالم الآخر في داخلك، لهذاك المكان اللي ما فكرتيش يوما في زيارته، المكان الوحيد اللي ما كيحتاج للتأشيرة ولا إلى جواز سفر. ورغم ذلك فالناس كتقدر تغفل على زيارة هذا المكان. رحلة في الداخل كتناسق مع رحيلك إلى مكة خطوة خطوة، من فج عميق موجود في أعماق أعماقك. كتخوض رحلة الحج في سبيل البحث عن الموارد غير المستثمرة فيك. الحج رحلة كتغير تاريخك الشخصي، رحلة هي جزء من نهوض ديالك أنت، جزء من قيامك. ولما كيلتقي نهوضك وقيامك مع نهوض وقيام الآخرين من حولك، فإن ذلك راه غادي يساهم في إنتاج نهوض وقيام غادي يغير وجه البشرية ومسارها. الحج أحبتي الكرام من معانيه القصد، فلما كتحج فأنت كتقصد مكانا بعينه، كتقصد مكة والبيت الحرام والمشاعر المقدسة. ولكن ربما القصد هنا ما كيرتبطش بالمكان فحسب، بل كيرتبط بأهمية أنه يكون لك مقصد في حياتك، أنه يكون لك هدف واضح في هذه الحياة، أنك ما تضيعش حياتك سدى وعبثة، بل أنك تشق طريقك بنفسك نحو المقصد. فعيش رحلة الحج في تفردها وجمالها وجلالها، ارحل بجسدك وروحك إلى رحاب الله باش تناجي في البلد الأمين المبارك. خرج من ملاذ الدنيا، هاجر إلى ربك، خلي الدنيا وراك، تجرد من ثياب كل الأخطاء السابقة والسلبيات، والبس الإحرام الثوب ديال الطاعة والإيجابيات، خلي الشهوات ديالك وتنقل بين المشاعر بقلب خاضع وعين دامعة ولسان ذاكر، وانت كترجى رحمة ربك. شعرك في كل خطوة من خطوات الحج، يعني منك تحرم حتى كترمي جمرة العقبة والتقصير، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نشيد الأحرار كتردده فكيتردد في جنبات هذا الكون. طف بالبيت باش يكون محور أفعالك هو التوحيد. سعى بين الصفا والمروة وانت كتبذل الجهد في حفظ الأسرة، وكتسعى لبناء مجتمع سليم كما كانت هاجر عليها السلام. وفي عرفات كتفتح أبواب الرحمات الواسعة،
والمغفرة الشاملة من كل الذنوب، وفي المشعر الحرام تسليم لله وتنزيه له بذكره تعالى. ولما كترمي الجمرات ارمي السلبيات بكافة أنواعها، وفي مينا صغ أمنيات وتطلعات لواحد الحياة جديدة، وعند الذبح ذبح كل مصدر من مصادر الشر والنواقص بحال الهوى والخسة والدناءة. خرج من أرضك واذهب إلى الأرض المقدسة باش تلقى الله تحت أديم السماء العامرة بالإلهام المفعمة ببركات الوحي، سماء المشعر الحرام باش تهزم الغربة اللي كتعانيها، باش تلقى نفسك قصد بيت الله، هذاك اللي توضع الناس على أرض مكة لكي يلفها السلام والسكينة. واش ما سمعتيش نداء إبراهيم عليه السلام كيقول عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فيا أيها الإنسان، يا من خلقت من حمأ مسنون أو من صلصال كالفخار، ارجع للأصل ديالك. فالأصل في الإنسان أن يكون خليفة الله في الأرض وموضع ثقته سبحانه. استجب الدعوة دياله واذهب لتلقاه، فإنه جل في علاه كيتسناك. حرر نفسك من رغبات ديالك وأطماعك اللي كتبعدك عن الله. سد الديون كلها، كل أحقادك تجاه الأهل والناس جميعا. حقق طهارتك المادية والمعنوية والنفسية قبل لحظات الوداع. الآن فقط أصبحت حر، صرت حرا، فانضم للفوج البشري المهاجر إلى الله في الحج. وهناك غادي تلقى الله، غادي ترجع ليه. فالحج كيمثل الرجوع إلى الله، والرجوع إلى الله هو دلالة قاطعة على اختيار الإنسان والسعي ديالو نحو الكمال والخير والجمال والقوة والعلم والحق والأخلاق الفاضلة. فيا أيها الإنسان، اذهب للحج، فربك الودود ينتظرك. أطلق سراح نفسك وانضم إلى جموع الملبين السائرين إلى بيت الله، بيت الناس، بيتك. يقول سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا دمتم مستجيبين لدعوة الحق متوجهين تلقاء الله. في أمان الله. أنوار روحية، غوص في روح دين الله من أجل الارتقاء بالنفس والسمو بها في مدارج الكمال والإشراق. أنوار روحية، بارقة أمل إلى كل حائر تائه يبحث عن شفاء لروحه المكلومة. إعداد وتقديم جميلة لرماش، إخراج ربيع زرغولي. بلاغ عن المسابقة الوطنية لنيل جائزة محمد السادس لفن الحروفية الدورة الثامنة، بناء على التوجيهات السامية لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالاهتمام بالفنون التراثية العريقة والمتجذرة في الثقافة والمجتمع مثل الخطوط العربية والزخرفة، وإيمانا بضرورة الحفاظ عليها وأبعادها الجمالية موازاة مع تطوير الأساليب الفنية لهذه الفنون الخطية المعاصرة.